الرحيم، معكم شركة أم لخدمات طبية. حنشرح اليوم عن آلية استرجاع الإعدادات الخاصة بالجهاز. بداية حنروح نحن نشغل الجهاز وناخذ الفلوبي اللي دائما بنكون معطينا مع الجهاز، نحطه اللي فيه الإعدادات، نحط الفلوبي، نضغط على زر سيت اب، بيطلع لنا النمط السيت اب كما هو واضح بالشكل، شايفين شلون؟ تمام. هلا بعدين بنروح على زر سيرفيس فلوبي تاتش سكرين كما هو واضح بالشكل. بعدين بنروح على شيء اسمه ريستور ريسيت، بيطلع لنا هالمسج: The restore procedure will override all the current system preset. يعني كل الاعدادات الموجوده عندك على الجهاز حينكتب عليها. حط الفلوبي بدايه، نحن حاطينه اصلا، وكبيس اوكي، نضغط على زر الاوكي، يبلش يعمل preset restore in progress. بتلاقي الفلوبي عم يضوي، هذا معناته عم يبلش قراءه من الفلوبي. هيك بيمشي 15%, 20%, 22%، إلى أن ينتهي من الإعدادات بصير 100%. بيقول لك أنا هون هيعمل إعادة إقلاع للجهاز، بيقول له أوكي، أي إقلاع الجهاز. هلا بس يعيد اقلاع الجهاز، طبعا هون نحن عندنا سوفت وير بي 2.3، بس يعيد اقلاع الجهاز بنكبس على زر ريسيت، بنشوف نحن انه في هون اعدادات جديده تم اضافتها وظهورها، غير الاعدادات الاساسيه اللي هي الادوت والبيدياتريك والتي اي، في الاعدادات الاضافيه هي الجديده اللي نحن ضايفينها. ملاحظه لازم هي بتنكبس على السيت اب، في حال انه البطاريه كانت فاضيه بنروح على شيء اسمه سيستم، ومنغير احنا عندنا التاريخ، منغير التاريخ هون من خلال تدوير هاي الزرار، ومنغير الوقت هون بحيث انه تكون صحيحة. بعدين منكبس سيت اب مرة تانية، بنظر تلاقي التاريخ تم تعديله كما واضح بالشكل.